مرحباً من أبو ظبي. طائرات شابة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات تحلق إلى أكثر من 600 وجهة حول العالم. هنا نتحدث عن الناقلات الوطنية الإماراتية التي تتميز بحداثة وتطور أسطولها وخدماتها، مما يجعلها ضمن قائمة شركات الطيران الأكثر أماناً في العالم. تعالوا نتعرف على متوسط عمر الطائرات لعدد من الناقلات الوطنية. طيران الإمارات نحو 10 سنوات متوسط عمر أسطولها الذي يتألف من 260 طائرة. الاتحاد للطيران نحو 8 سنوات متوسط عمر أسطولها المكون من 93 طائرة. فلاي دبي 4.5 سنوات متوسط عمر أسطولها المكون من 88 طائرة. ولا يقتصر التميز على الحداثة فحسب، بل إن الناقلات الوطنية الإماراتية قد تبوأت مراتب متقدمة إقليمياً وعالمياً كأفضل شركات الطيران، إلى جانب خدماتها ومنتجاتها مثل الأنظمة الترفيهية على متن طائراتها والريادة التي حققتها في مختلف الدرجات الاقتصادية ورجال الأعمال والدرجة الأولى.